والاخوان انا مع الخويض رياض راه عندها اون تقول لهم السلام. سلام حبايبي. كيفاش سلام؟ شنو بغيتي تقولي لي قناه شوشو؟ واش فين ولينا؟ دابا حنا ما كن حباب خويا حباب خويا. ها انت فهمتي انا حبيبي انا. عندها اونتروتيان دابا دير مع الله يسلمها في واحد لاجوز اول مره لا خدمات ان شاء الله ان شاء الله ودوري ودوري مع خوك. لا سمحي ما نقدرش. غلطه شدي طاق. وشنو فيها شي فطور دابا نخلص على اختي فطور تمشي ناضيه؟ لا دايره راسي متقطع كنا كل شيء لوحده ما تضعفي شويه. اي سلام انا ندير واحد جاي شجعتيني فطوريات فهمتي انت راه واعر واعر خويا عشي مشك في لاصال نقول عشي يكون واو انا خصني نضعف بحال خويا نولي ضعيفه واخا ما ضعفيش ولكن ندير لك خاطر المهم زعما يا عطيتي موتيفاسيون ثاني عيطي ليا نرجعك نرجعك سيري راه حابس الطريق سيري باي الله يسهل عليك سيري اختي يلا عزيز عليا خوتي والله انا واقف كنتسنى الخوادري تسالي من لونتروجي وجو لقيت انا كنفكر دابا شحال وانا كنعرفكم وكتعرفوني هذه تقريبا في 2017 شي سبع سنين دابا طالع في سبع سنين دابا الدري صغير يكون تزاد ودارو ترى كبرنا والله الا كان كبر الله يكبرنا في طاعة الله يا رب واش قالوا؟ واش قالوا؟ مزيان عجبتهم الخدمة ها؟ عجبهم البورتفوليو والله الا مزيان ربحة ولا ذبحة؟ ربحة واش قالوا لك الصالير شحال مازال ما ناقشتيش؟ واش قالوا لك؟ علاش خليني فرحانة بعدا خليني فرحانة الصالير واش قال لك شحال؟ مازال يا ودي أنا مازال راه صبعي تم راه شنو؟ غنسلخني سلخني في بلاي فاش زيد فاش زيد؟ خويا 2010 راه كنت كنوجد الباك اصاحبي حب والله شو هات ولا كيقول لي نسلخك في بلاي احترمني نجا نحترمك علاش نحترمك؟ ياك؟ عزيز عليك انا عزيز علي ولكن غنشد بلاي غنسلخك سير اسمح لي صافي اسمح لي سير الله يسلمك والله يجي نقولها لباك اوكي سير سير سي شما قال لك شنو بان لك فهادشي ديال الدراري الصغار سهل داك الشيء اخويا انت هو هكاك صافي اخويا شنقول لك صافي زعما الاشهار ولكن بريزونتي برودويات فهمتي في ستوري جي خويا اجي ستوري جي زيد اجي حبيبي اجي شحال كيبيعوا هادي شحال 150 200 درهم 150 درهم 150 راه اوريجينال هادي راه ما كايناش في السوق حنا جبنا من الشين ولا دابا شحال هادي شحال نخليها لك ما خليتها من طرف الزبير 80 درهم مرحبا والله حتى نصاب اقسم بالله 20 درهم سير بحال هادي سير سير ونصاب الاخر انت باغي 20 واش مريض شبق قال لها شبق قال لها هبط راسك شبق قال لها هبط راسك والله ما كيمرقوا حق الرب واش طاب 120 درهم شنو فيها ابو فلاده تا هو شنو كيدير شنو ابو فلاده تبيع بايفون ديالك انت ثمنك ان شاء الله انت شنو شحال ثمنين شحال ثمنك بوحدو صافي يهضر معاك اسمه خايب مره ما يمكنش واحد قرب على لا جد نلاحظ لا جد وما تطريح الرب شما قال له لا جد مشاكل شما قال له بعد على ابو فلاده بعد صافي ولا يشلق عليك شلق عليا الزبير